في الحقيقة أنا بحب جدا الأفكار اللي دايما بتبقى بره الصندوق، الأفكار المميزة، الأفكار اللي ممكن تلاقي تنزل السوق تنافس بجد. بحيي فعلا كل الشباب اللي بيعملوا حاجات جديدة. النهاردة لو حضرتك عايز خضروات طازة من مكان زراعتها مباشرة، في سوبر ماركت في مصر بيوفر الكلام ده. السوبر ماركت ده جوه تلاجة بتكون جوه المحل. التلاجة دي بتعمل إيه؟ بتعمل بتقنية الزراعة المائية من غير تربة. يعني حضرتك التلاجة دي بيتزرع جواها الخضروات وبتنوي الخضروات وبتبقى جاهزة للأكل، وكل اللي حضرتك هتعمله إنك هتفتح باب التلاجة، تختار الخضار الطازة اللي أنت عايزه، تقطفه وتروح تحاسب عليه وتتوكل على الله. تعالوا نشوف التجربة دي ونشوف الشباب دول عملوا إيه. ثلاجة من نوع خاص يمكن أن تجدها بالصدفة في أحد المحلات الكبرى. هي ثلاجة تعمل بتقنية الزراعة المائية وتعرض خضروات طازجة تم زراعتها بداخل الثلاجة نفسها، وذلك عن طريق نظام الزراعة المائية بدون تربة وباستخدام المياه فقط، والتي يتم ضخها من خزانات موجودة في أسفل الثلاجة مع إضافة الأسمدة والمغذيات. لو بنتكلم عن مشاكل المية، فالزراعة عامة في العالم بتستخدم تقريباً 75% من مخزون المياه العذبة، فإحنا بنوفر أب تو 90% من المياه المستخدمة في الري. رقم 2 الفائد، في تقريباً في السوبر ماركت 50% من المحصول اللي بيخش بيتم فقده عن طريق ان هو محدش اشتراه. احنا الحاجه مزروعه لحد ما يشتريها اي حد، فما بتبصش خالص. واخر حاجه النقل، التلوث اللي بيتم عن طريق نقل الحاجه من المزارع الى السوبر ماركتس احنا بنوفره تماما، لان احنا بنزرع في المكان اللي بيتم فيه استهلاكه او بيعه. النظام يستخدم مياها اقل بنسبه 90% مقارنه باساليب الزراعه التقليديه، كما يقلل من نسبة الطعام المهدر ويساعد في تقليل انبعاثات الكربون لعدم الحاجة إلى نقل المحاصيل. الزراعة اللي بتحصل هنا اسمها الزراعة المائية أو الزراعة بدون تربة. احنا ما بنستخدمش أي تربة جوه التلاجة دي. كل حاجة بتتم جوه المية، في التسميد نفسه أو التغذية اللي بيحتاجها النبات موجودة جوه المية في دورة مغلقة، معنى إن المية بتتحط في تنكات تحت، بمبس مضخات بتضخ المية لفوق، تنزل المية تغذي كل الأطباق دي اللي فيها النباتات. بيجي العميل بياخد حاجة يدفع ثمنها وبعديها بتيجي تستبدل بنبات تاني. كمان بنوفر في قيمة النقل أو تكاليف النقل، إن احنا بنزرع في المكان بتاع قدام المستهلك على طول. كمان المستهلك بيستهلك بياخد الخصاية أو المنتج فريش، هو ما فيهاش تغليف، ما فيهاش باكجينج، ما فيهاش أي استخدام لحاجات بلاستيك أو مواد ضارة، لا هو بياخدها فريش كده ويقدر يحتفظ بيها تكمل كمان أسبوع أو 10 أيام عايشة يستهلكها فريش جوه المنزل. وتعتبر ندرة المياه أحد التحديات الرئيسية الناجمة عن تغير المناخ، وهي إحدى المناقشات الرئيسية في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.